استاذ احمد من الغربيه اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا استاذ؟ السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ يا اهلا بحضرتك، ربنا يخليك، ربنا يعزك. انا كنت كلمت حضرتك بخصوص حته الارض اللي هي بتاعتنا اللي هي معانا حكم محكمه بيها من حوالي 40 سنه ديت، وحضرتك مشكورا قلت لي ان انا كلمت وكيل وزاره الزراعه وحددت لي معاه ميعاد، وطلعت زي ما حضرتك قلت لي بالظبط، قمت رايح قابلت الاستاذ عادل عتال، مهندس عادل عتال، وطرحت عليه الموضوع، فقال لي لا مشكلتك مش عندي، مشكلتك مع هيئه الاوقاف. وزي ما قلت لحضرتك في الاول، انا رحت الاوقاف في القاهره ورحت الاوقاف عندنا في المحله، المحله تقول القاهره والقاهره تقول المحله، وما كنتش عارف اروح. هو المشكله ان انت الورق بتاعك تايه ما بين القاهره وما بين المحله. طب دلنا يا فندم، ان هم بيقولوا يعني. ان هم بيقولوا ان انت ليك حق في الارض ودي بتاعتكم، صح؟ الناس ما انكرتش، الناس بتقر بكده والورق بيقول كده. تمام. ده هتبقى لك بقى مع وزاره الاوقاف، نشوف وكيل وزاره الاوقاف حاضر بحيث ان احنا. معلش يا استاذ سامع، معلش والله والله. لا ما فيش حاجه اسمها معلش، احنا بنبقى يعني سعداء ان انتوا عندكم اصرار على حل مشاكلكم، وان انت بتطالب بحق، وانت بتثق. ربنا يديك الصحه. وبعدين انت واثق فينا، يعني انت عارف لو انت مش واثق فينا كلمتنا مره مش هتكلمنا تاني. ايوه فعلا يعني، انما انت عارف ان احنا اتحركنا معاك، وان في وكيل وزاره قابلك وفهم المشكله وقال لك لا تمام. لازم مع الاوقاف. فاحنا برضو على فكره مش هنسيب المهندس عادل العتال، هنكلمه لان هو يقدر يوصل لوكيل وزاره الاوقاف.